اليوم نقول الجنود البيض أو ملائكة الرحمة. البياض يعطي صفاء القلب، يعطي اتساع في النظرة للمهنة، إنك أنت تقدر تحتوي. أنا الدكتورة صفاء عزات المصطفى، أول ممرضة إماراتية تمسك أكبر قسم تمريض في مستشفيات الإمارات. ما كنت أحب أشوف أي حد يحس في أي ألم. كان حلمي لما بديت أشوف الوالدة تعاني إن أخفف هذه الآلام عن هذا الشخص، سواء من قريب أو من بعيد. في البداية والدي طبعاً هو كان بعد دافع إنه يخليني أدخل مهنة التمريض، يشجعني، وطفولتي أنا أعتبرها من الفطرة إن عندي هذا الحب، اهتم بشغف. علاقة الممرضة بالمريض علاقة قوية، هي روحانية، عقلانية، نفسية. ألم دائماً مش بس جسدي، المريض أضعف إنسان موجود في الرعاية الصحية. صلة التواصل والتفاهم مع المريض تحسها عائلية، لازم تتعامل معاه كأي فرد من أفراد العائلة. يوم الممرضة تشوف المريض يتعافى، يعني تحس إنها سوت إنجاز. وكل مريض عن مريض يختلف، فأنت إنجازاتك ما توقف. أكبر دافع للحياة حب الناس، أحب إني أشوف الناس كلها سعيدة ومرتاحة. الأحلام ما لها حدود، كل ما خلصت حلم ووصلت لإنجاز تحلم ويكون حلمك أكبر. أحلم إن العالم يكون بصحة، يكون عايش باطمئنان. الجناح الإماراتي في إكسبو هو أرض الحالمين، حلم مستمر يروح لحقيقة وما يوقف.